صفت أسماؤنا نمضي وتبقاها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسنستمر مع الدرس الرابع من سلسلة دروس الجذع مشترك من مدخل القسط بعنوان حق الله شكر الله. وفي هذا الدرس بحول الله سنتطرق إلى ثلاث محاور رئيسية. المحور الأول حقيقة الشكر، التعريف، الأركان. الشكر لغة هو المجازاة والثناء الجميل على الغير لمعروف أو له إليك، واصطلاحا هي الاعتراف بحصول النعمة من المنعم سبحانه والإقرار بذلك وتسخيرها في طاعته تعالى. ويعد الشكر حقا من حقوقه سبحانه على عباده، والإنسان مأمور بشكره على تلك النعم وعدم جحودها. ومن التعريف الاصطلاحي للشكر يتضح أن الشكر يقوم على ثلاث أركان. أولا الشكر بالقلب، ويكون باعتراف القلب بالنعمة. ثانيا الشكر باللسان، وذلك بالتحدث والثناء على المنعم، قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. ثالثا الشكر بالجوارح، أي استعمال الجوارح واستثمارها في طاعة المنعم سبحانه، قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. المحور الثاني ثمار الشكر، لشكر الله عز وجل ثمار عظيمة وفوائد جليلة نذكر منها. أولا نيل محبة الله ورضاه. ثانيا تحصيل الأجر والثواب، قال عز وجل وسيجزي الله الشاكرين. ثالثا النجاة من عذابه سبحانه، لقوله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. رابعا بقاء النعم واستمرارها، قال سبحانه لئن شكرتم لأزيدنكم. المحور الثالث سبل ترسيخ شكر الله. من أعظم سبل شكر الله على نعمه ما يلي: أولا شكر من قدم إليك معروف، قال عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ثانيا خشية الله وتقواه. ثالثا القناعة بقسمة الله، لقوله صلى الله عليه وسلم ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. رابعا الإقبال على الطاعات وتجنب المنكرات. خامسا سجود السهو إن أصاب الإنسان ما يرضيه ويفرحه. سادسا التفكر في نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. سابعا النظر في أحوال الفقراء والعاجزين والمرضى. وبهذا نكون قد بلغنا نهاية هذا الدرس، إلى الدرس المقبل بإذن الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناة همسات أم جويرية فلا تنسى الاشتراك على القناة بالضغط على زر سبسكرايب أو اشتراك، والضغط على زر الجرس للتوصل بكل جديد. وإذا أعجبك الفيديو فلا تبخل علينا بالضغط على زر لايك، وكذلك الانضمام إلى صفحتنا على الفيسبوك. أم أعوام فتأملت جلست أفكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان لن تذكر.